السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من حلقات برنامج ملعب المظالم. للأسف الشديد بندعو لزميلي المحترم الخلوق زميل الكفاح لبرنامج ملعب المظالم بالشفاء العاجل وعودته سريعا لبرنامج ملعب المظالم. بالأمس كان مباراة بني عبيد مع بالأس، فازت بني عبيد على بالأس 4-1، وأثناء المباراة جات له أزمة خفيفة الحمد لله، واطمنا عليه قبل ما نطلع البرنامج معاكم النهاردة، وبنقول له الحمد لله على السلامة للكابتن محمد عبد النبي ابن بني عبيد والمدير الإداري لنادي بني عبيد وزميلي في مقدمة برنامج ملعب المظالم. قبل ما نبدأ حلقتي طبعا زي ما عودناكم معانا أخبار ملعب المظالم. أول خبر معانا أعزائي المشاهدين إبراهيم نور الدين حكما لمباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربي غدا. أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربي في الدوري الممتاز غدا، معاه كابتن محمد فاروق وكابتن ماجد المليجي وطاهر أيمن حكما رابعا. يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الإنتاج الحربي في تمام الخامسة عصر غدا الخميس على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين الباحثين عن تصحيح الأوضاع في المسابقة. نذكر حضراتكم بأن مباراة طلائع الجيش مع طنطا سلبيا في آخر ظهور له كان التعادل 0-0، وبينما خسر الإنتاج الحربي من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في آخر ظهور له قبل ما الدوري يتوقف قبل البطولة الإفريقية اللي اتلعبت المنتخب الأولمبي اللي فاز فيها بكأس الأمم الإفريقية في الأسبوع الماضي. معنا الخبر الثاني من ملعب المظالم، الكابتن جمال عبد الحميد يرشح صلاح والشناوي وحجازي وتريزيجيه وطارق حامد للمنتخب الأولمبي. الكابتن جمال عبد الحميد من وجهة نظره بيرشح خمس لاعبين من المنتخب الكبير بيكملوا مع المنتخب الأولمبي ويبقى منتخب كبير لمنتخب مصر. أكد جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر السابق أن منتخب مصر الأولمبي أسعد الجماهير المصرية في ظل الأداء القوي على مدار البطولة الإفريقية التي حصلت مصر على لقبها وتأهلت أولمبياد طوكيو 2020. وقال الكابتن جمال عبد الحميد في تصريح لنا لبرنامج ملعب المظالم أن المنتخب الأولمبي هو نواة الفراعنة في المرحلة المقبلة ويجب الحفاظ عليه عن طريق تدعيمه في أولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل إن شاء الله بعدد من اللاعبين الجيدين فقط، وهم محمد صلاح العالمي ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد الشناوي وطارق حامد وأحمد حجازي. ثالث خبر معنا من أخبار ملعب المظالم أعزائي المشاهدين، اتحاد الكرة نادي واحد فقط من ضمن 250 نادي أرسل مقترحات للتعديل اللائحة منذ 30 يوم، يعني 30 يوم نادي واحد من ضمن 250 نادي على مستوى الجمهورية أرسل مقترح لتعديل اللائحة. كشف مسؤول اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بقيادة المهندس عمرو الجنايني أنه يتم خلال الفترة الحالية إعداد مقترحات جديدة لتعديل لائحة النظام الأساسي الخاص بالجبلاية. أكد مسؤول الجبلاية أنه تم مخاطبة أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بالكامل من أجل إرسال مقترحاتهم الخاصة بتعديل اللائحة الأساسية منذ أكثر من شهر، ولم نتلقى إلا رد نادي واحد فقط وهو ميجا سبورت ابن محافظة الدقهلية المجموعة التاسعة بالدقهلية والذي يشارك في دور القسم الثالث. معانا الخبر الرابع، كابتن هاني سعيد يعلن اعتزاله رسميا ويتولى المدير الإداري لنادي بيراميدز. أعلن الكابتن هاني سعيد قائد فريق المقاصة اعتزاله الكرة رسميا بعد نهاية مباراة فريقه أمام حرس الحدود في الجولة السادسة بالدوري والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء بالأمس وانتهت بفوز الحدود بهدفين لهدف، ومن المقرر أن يتولى هاني سعيد منصب المدير الإداري لنادي بيراميدز. قال هاني سعيد: قررت الاعتزال بعد الجلوس على دكة الاحتياطي وبعد الجلوس مع مسؤول المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام والجهاز الفني ورحبوا جميعا بخطوتي الجديدة، خاصة أنني كنت أعتزم ختام حياتي الكروية في الملاعب نهاية هذا الموسم الحالي، ولكن عجلت بالاعتزال بعد أن تلقيت
عرضا محترما ومنصبا جديدا في بيراميدز، واتفقت مع مسؤول المقاصة على إعلان القرار بعد مباراة حرس الحدود بالأمس. آخر خبر معانا، ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة السادسة الرابعة. الأهلي في المركز الأول ب 12 نقطة، بيراميدز في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، المقاولين العرب في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، الزمالك في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، المصري في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، الاتحاد 7 نقاط، مصر المقصة 7 نقاط، حرس الحدود 6 نقاط، الإسماعيلي 6 نقاط، الإنتاج الحربي 6 نقاط، سموحة 5 نقاط، طنطا 5 نقاط، أسوان 4 نقاط، الجونة 4 نقاط، إنبي 4 نقاط بعد فوزه على الزمالك 2-1 في المباراة اللي اتلعبت ما بين إنبي والزمالك. وادي دجلة وطلائع الجيش 4 نقاط، وادي دجلة 3 نقاط، وأخيرا اف سي مصر 3 نقاط. نطلع لفاصل سريع ونشوف تقرير عن مباراة ديكرنس والحمام وبني عبيد وشبان بنواي، ونرجع لكم تاني أعزائي المشاهدين. مع بعض، هل يا ترى من سيتفوق على من؟ ودي الكره العرضيه، العرضيه خطيره والكره جول، وجول فاضي، وهي هي هي الله 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 على الهدف. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد عليك يا اسلام يا رأفت، هدف عالمي عالمي عالمي. بديات ما لعبتش اصلا مباراه دمنهور اللي فاتت اللي في الدوري العام. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله احنا بقالنا كذا ماتش في عدم توفيق، بنحاول نعمل علينا وننفذ تعليمات الكابتن، بس في حاجه غلط في الفرقه، لازم كلنا نراجع نفسنا، لازم كلنا نقعد مع بعض، لازم نشوف ايه الغلط، وان شاء الله اللي جاي احسن. انا راضي جدا عن الفريق وبشكر كل اللعيبه النهارده، كان ناقصنا جون بس الحمد لله. يعني طبعا عندهم لياقه الماتشات، غصب عنك غصب عنك بتجيبهم على ماتش رسمي، وغصب عنك عشان تبقى برضه محافظ شويه على صفاء ذهن اللعيب. انت ما ينفعش تدي اللعيب خمس ست ايام تدريب قبل الماتش، ما ينفعش، فلازم تفصل، فبضطر نفسي افصل مثلا غصب عني، بفصل بيوم بيبقى فاضي على ماتش يومين او ثلاث ايام، وده برضه غلط ان انا مرن اللعيب قبل الماتش يومين او ثلاثه، ده غلط، لازم ادي ثلاث اربع ايام قبل الماتش، فحاجات كتير قوي. فطبعا الشوط الثاني طبعا ما فيش شك لياقه المباراه مش كان مكتمل عند معظم اللعيبه اللي لعبوا النهارده، يعني معظمهم ما كانش كلهم ما بداوش ماتشات الدوري يعني، كتر خيرهم قدموا مباراه كبيره، اللعيبه كانت محمله مضغوطه شويه عشان دي تعتبر مباراه نهائيه النهارده، انت هتكمل في بطوله او هتخرج. الحاجه الثانيه الفرقه دي كسبتنا في الدوري، وحاجه ثالثه ان كل لعيب في الملعب النهارده عايز يبقى يعني يتواجد بشكل محترم وبشكل كويس، يظهر بصوره كويسه عشان عايز يبقى موجود، وده حقه، حقه الشرعي. فانا بشكرهم جدا على الاداء، بشكرهم جدا على النتيجه، على المجهود. الشوط الثاني ممكن الاداء ما كانش زي الشوط الاول، لكن خلي بالك فرصنا اكتر، فرصنا اخطر، ما حصلش ترجمه، لكن برضه ارجع اقول لك ثاني، برضه انا مشفق عليهم جدا جدا، كتر خيرهم، بقالهم كتير بعيد عن الماتشات، لكن سعيد النهارده باللعيب لاول مره تشارك، وده ان شاء الله حاجه ايجابيه، ان شاء الله يعني يدعمونا الفتره الجايه ان شاء الله. والله انا ما اعرفش، سيبها على الله، سيبها على الله، احنا يعني ده مهم قوي. يعني انت لو هتبدا، لو عايز تطلع السلم او عايز تطلع الدور مثلا الثالث مره واحده، مش مستحيل هتطلع، لازم تطلع سلمه، الحمد لله احنا طالعين سلمه، ده كويس، فاحنا بنتقدم بغض النظر بقى ربنا يكرمنا هنقابل مين، مش 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 دي مش دي الفكره، الفكره ان ديكرنس يتبروز، والحمد لله دي مهم، ان احنا ان شاء الله هنخش في البرواز، والناس تشوف وتعرف ان في هنا طفره، وفي ناس بتشتغل، وفي بقى في نادي مختلف، في ادوات مختلفه، في فكر جديد، وفي نجاح، ده المهم. لكن ان انت بقى موضوع كاس مصر، يعني خلينا نتكلم بواقعيه معاك، طبعا ما فيش حاجه بعيده عن ربنا، لكن انا اتكلم بواقعيه، انت هتاخد كاس مصر، لكن هناك نتبروز، الناس تعرف ان هنا في حاجه مختلفه بتحصل، في ناس بتشتغل صح بتحصل، مش بتكلم على علي، بتكلم على اداره،
وبتكلم على جمهور الحمد لله في طفره سواء على قطاع الناشئين او على حتى على مستوى الفريق الاول. والحمد لله النهارده للماتش الثاني بيشارك 2 و3 اولاد من اولاد الشباب النهارده شارك 3 وظهر بشكل كويس ودي حاجه كويسه فربنا كريم ان شاء الله. هو مجريات المباراه احنا الكابتن كان كابتن ايمن محفظ ان احنا نقسم يعني نقسم الماتش على فترات معينه. بدانا الماتش بطريقه معينه خالص اختلفنا قدرنا نوصل للجون وقدرنا نحقق اللي احنا عايزينه ان احنا نجيب جون وقدرنا نحافظ عليه. بس طبيعه اللاعب المصري اللي ما بيخش بيجيب هدف بدري بيبدا يحافظ عليه فاحنا يعني الكابتن ما بلغناش باي حاجه احنا بين الشوطين نكمل الضغط من فوق. احنا برده خفنا على الجون وبدانا نكمل شويه بين كل الناس يعني قربين من خطتنا من بعض وخايفين على الهدف بس مش اكتر من كده لان انت عارف الكاس يعني جون هو بالنسبه للصعود الهدف بالنسبه له 1-0 زي اي نتيجه الصعود اهم حاجه يعني. طبعا دافع معنوي بيفرق معانا اللي احنا بنوصل لدور 32 بنقابل الكبار حاجه برده بوابه للنادي بتفرق مع النادي ومع الجمهور ومع مجلس الاداره واحنا كل هدفنا عننا على الدوري برده كل احنا ان شاء الله باذن الله ان النادي عامل توليفه ومجلس الاداره والجمهور كله في ظهر اللعيبه اللي احنا عننا باذن الله على الصعود باذن واحد احد. الحمد لله ابو خالد اكيد انت شايف الكابتن ايمن بيتعب معانا في التمرين دايما بالحمد لله يعني ربنا بيكفينا باللي هو شغله في التمرين معانا وفي الماتشات والحمد لله يعني طبعا محذرنا ان احنا ما نوصلش بلانتيات والحمد لله قدرنا ان احنا نجيب جون. ماتش كان صعب نادي الحمام فريق جاي برده كاس وجاي يكسب وعنده حافز انه يكسب فالحمد لله ربنا كفينا بالمكسب الحمد لله. سيتفوق على من ودي كره عرضيه العرضيه خطيره والكره جول وجول فاض وهي هي هي الله 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 على الهدف. صعود فريق ديكرنس الى دور ال 32 من مسابقه كاس مصر لكره القدم بفوزه اليوم على ضيفه فريق الحمام وبهدف للا شيء. رصد لكم هذا التقرير من ملعب نادي ديكرنس الرياضي كاميرا مختار ابراهيم وتعليق العرب الاشموني وكان معكم محمود خالد للمركز الاعلامي بنادي ديكرنس الرياضي. أعزائي المشاهدين بنشكر الزميل العربي الأشموني والزميل صلاح الزغبي والزميل محمود أبو خالد على هذا التقرير. ومعانا على التليفون سيادة اللواء إبراهيم مجاهد رئيس نادي المنصورة الأسبق والدكتور مجدي عزت رئيس نادي الشرقية. أهلا بك سيادة اللواء وأهلا بك دكتور مجدي. يا أهلا يا كابتن. إزيك يا كابتن طارق؟ إزيك يا سعادة اللواء؟ الله يبارك. كل سنة وأنت طيب ومتشكرين جدا انك قبلت مداخلتنا النهارده في ملعب المظاليم لاول مره. انا ليا الشرف يا كابتن. الله يبارك. بنسالك يا كابتن سياده اللواء على اداء المنصوره في الفتره اللي فاتت والاداء 4 ماتشات او 5 مباريات اتلعبوا ما فيش ولا فوز في هذه المباريات الخمس ورؤيه حضرتك في الأداء المنصورة. طبعا أنا عارف أن حضرتك متابع فريق المنصورة من قريب أو من بعيد ولكن المنصورة محتاجة موارد مالية ورؤية حضرتك في الموارد المالية وإزاي الخروج بالفريق المنصورة من هذه الأزمة. يعني هو أنت كابتن حطيت إيدك على الجرح بسرعة جدا وقلت ان مشكلة نادي المنصورة هي فعلا مشكلة مالية ما هيش مشكلة لعيبة ولا مدربين. المدربين في المنصورة على مستوى عالي جدا 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 وانا بعتبرهم الحقيقة من افضل المدربين في جمهورية مصر. تمام. النواحي المالية حلها مش ان حد يدفع من جيبه ولا الكلام ده انما حلها بالموارد الذاتيه للنادي. تمام. والحلول سهله وقدام الناس بس انا مش عارف ليه ما بيتمش. تمام. يعني انت عندك المكاتب الاداريه اللي كان فيها الموظفين والاداريين بتوع النادي. ما انا عاوز من حضرتك يا سياده اللواء تعمل لنا روشته 1 2 3 للخروج من هذه الازمه. ماشي انا هفندها لك ببساطة جدا ومن غير جهد كبير يعني ولا عناء كبير. تمام. المكاتب الادارية ديت انت بنيت دلوقتي اللي عليت في المبنى الاداري اللي فيه مجلس الادارة عليت دور كمان يلم كل الموظفين اللي موجودين وتخلي المكاتب الادارية. تمام. انت لو اخليت المكاتب الادارية دي ممكن تحقق منها وديعة فورية ب10 مليون جنيه مع زياده الايرادات بتاعه الايجار بتاعها لان انت مش بتبيعها انت بتاخد منها تبرع. تمام. انت عندك 32 مكتب اداري لو خدت تبرع
اي رقم هيفرق معاك كتير جدا، وهي في موقع مميز جدا في مدينة المنصورة في وسط المدينة. عندك مقر النادي في جمصة، مقر النادي في جمصة معمول لي رخصة تقدر تعمل فيه 330 محل. تخيل حضرتك 330 محل دول، انا هقول هتعملهم على 3 سنين مش هتعملهم على سنة واحدة. تمام. علشان تقدر تحافظ على السعر ويبقى السوق عطشان. تمام. لو انت قسمتهم وخلي بال حضرتك والرخصة بتاعتهم طالعة وجاهزة وموجودة في النادي. تمام. يعني انت لو عملت المحلات ديت هتقدر تعمل في السنة الأولانية وديعة ب10 مليون جنيه تانية. تمام. على أساس إن الرخصة اللي طالعة ب33 محل. تمام. لو كررت ال 33 محل دي 10 مرات يبقى 330 محل، يبقى شوف 10 مرات في 10 مليون ب 100 مليون جنيه. تمام. لا تخيل بقى لو عندك وديعة تانية ب 100 مليون جنيه في نادي المنصورة. تصرف على الحلول موجودة. على 3-4 نوادي. الإيه؟ بقول لحضرتك 100 مليون جنيه تصرف على 3-4 نوادي في المنصورة. يعني الحاجات دي موجودة، بس يعني عايزة ايه؟ اللي يشغل، اللي يتحرك ويبقى عنده الجرأة انه يشتغل ومفيش حاجة تعطله. تمام. يعني تمام. ما يطلعش واحد يقول مش عارف هو واحنا بنعمل دي ليه واحنا مش عارف بنعمل ايه. لا. تمام. الناس كلها تتكاتف وتبقى ايد واحدة وتمشي في السكة الصح اللي هي سكة نجاح نادي المنصورة. تمام. سياده اللواء، احنا معانا الدكتور مجدي عزت رئيس نادي الشرقيه على التليفون. اهلا بك يا دكتور مجدي. مجدي اهلا بيك. اهلا ابراهيم بيه. اهلا بيك يا دكتور وربنا يوفقك ان شاء الله. اهلا بحضرتك. يا دكتور مجدي، انت والسيد اللواء ابراهيم مجاهد، محافظه الشرقيه بحجم محافظه الشرقيه ونادي الشرقيه، تقييمك في المرحلة السابقة والمرحلة القادمة دكتور مجدي في نادي الشرقية يعني. الله، أنا هكون معك في منتهى الوضوح. تمام. احنا تسلمنا، أنا سلمت رئاسة النادي مع المجلس المحترم اللي معايا من قرابة سنتين. تمام. قبل سنتين كان في تجربة رعاية من أحد السادة المحترمين نواب الشرقية النائب أحمد فؤاد عباطة. تمام. وكان في صراعات قبليه بينه وبين ابن خاله ثروت سويلم مدير التنفيذ للاتحاد. تمام. ودخلنا في دوامات، احنا كنا بعيد عن النادي، دخلنا في دوامات كانت هدفها اسقاط النادي من الدوري الممتاز وتعريه الراعي والنادي. تمام. النادي راح ضحيه هذه الصراعات القبليه واستمرت للموسم الثاني الى ان هبط الفريق للقسم الثالث. تمام. والدليل على ان الصراعات القبلية دي كانت السبب انها مستمرة للان، وللأسف احنا بنعاني من اتحاد الكرة السابق واتحاد الكرة الحالي. اتحاد الكرة السابق حكم قضائي بات بان الشرقية ما تنزلش من الدوري الممتاز به وتستمر، لم ينفذ ولم يأخذ به لم تأخذ به اللجنة المعينة لتسيير الاعمال، بل تم اتهام ثروت سويلم انه بيجامل نادي الشرقيه، وتم تصفيه حسابات من اللجنه مع نادي الشرقيه لدرجه ان شكاوى من اللاعبين كان مستحقاتهم لا تزيد عن 500-600 ألف جنيه، وقدمنا 203 مستند تثبت مديونيات اللعيبه وحقوقها، مديونيات النادي وحقوق اللعيبه، الا انه لم يؤخذ بها، وتم اخذ قرار من الشؤون القانونيه في الاتحاد بأن النادي سدد قرابة 3 مليون جنيه، وطلبنا إيداع المبلغ أمانة في الاتحاد. تمام. ثم مراجعة المستندات المقدمة من النادي، إلا أن الاتحاد رفض بتعنت وتم سداد المبالغ. طب خليك معايا يا دكتور مجدي. الآن بقى. تمام. اتفضل. إحنا في مشاكل لسبب. تمام. إحنا صدر قرار من لجنة تسيير الأعمال اللي كان فيها ثروت سويلم ومجموعة من أعضاء الجمعية العمومية. تمام. بصعود النادي للدوري الممتاز. تمام. دي المشكله اللي كانت في اول السنه. تعاقدنا مع مدير فني ومع لعيبه للممتاز به. تمام. النهارده احنا بنعاني من انشقاق داخل اللعيبه بعد وصلنا للدرجه الثالثه مره اخرى. تمام.
طب خليك معايا يا دكتور مجدي، هنرجع لك تاني بعد ما ناخد اللواء ابراهيم مجاهد رئيس نادي المنصوره السابق. سياده اللواء، هل يستطيع نادي المنصوره العوده مره تانية ويظهر في الصوره وفي الممتاز ان شاء الله؟ يعني هو ده اكيد. انا يعني هيرجع تاني بعد 5 مباريات مفيش ولا مباراه فوز خارج الديار ولا داخل الديار؟ مفيش مستحيل يا كابتن طارق، مفيش مستحيل. انما يعني انا بقول ان نادي المنصوره كان دايما في قطاع ناشئين قوي جدا، مفيش نادي في مصر الا وفيه لاعب من نادي المنصوره. تمام. على الاقل يعني تمام. لا انت سيادتك عارف ايام المرحوم حسن مجاهد كان في 3 4 أو 5 في منتخب مصر، كان في 6 كمان في منتخب مصر. 6 في منتخب مصر. كان في 6 في منتخب مصر، ووصلنا لدور قبل نهائي افريقيا في كاس افريقيا، وخدنا كاس دوره الصداقه العربيه في دبي، ويعني وثالث دوري عام. كان بيغلب الاهلي والزمالك بره وجوه سياده اللواء. اكيد اكيد طبعا. اتحققت احسن نتائج. وكان الفضل لله ان قطاع الناشئين كان بيمدك دايما باللعيبه. تمام بيمدك بلعيبه مميزين. كان مجلس الاداره والناس كلها كانت مجتمعه في ايد واحده، وكان كله بيحب نادي المنصوره. يا كابتن طارق، مجلس الاداره كان فيه اسماء كل واحد فيهم ينفع رئيس لاكبر نادي في مصر. تمام يعني انا شخصيا كنت رئيس النادي، لكن كنت بتعلم منهم. تمام يعني في اسماء كبيره جدا، الدكتور عبد الفتاح عبد الحميد الله يرحمه، الدكتور متولي عبد المؤمن، المرحوم عوض درباله، الاستاذ عماد الشهاوي، ناس كبيره. اسماء تقيله. الحاج احمد الشال، كلهم ناس افاضل وناس كبار وحاجه حلوه يعني. طب نروح للدكتور مجدي عزت ونرجع لك تاني يا سياده اللواء. دكتور مجدي، ايه المشكله اللي نقدر نحط ايدنا عليها عشان نحلها ونشوف الشرقيه في الممتاز به؟ الممتاز به ان شاء الله. والله او الممتاز الف. امبارح انا كنت عامل اجتماع مع اعضاء مجلس اداره المشرفين والمدير الفني. تمام. وتم الانتهاء فيه الى فتح باب الاستغناءات للي عاوز يمشي في يناير، خاصه من اللاعبين القدامى. تمام. احنا مهتمين بقطاع الناشئين، بقالنا موسمين وتم تصعيد 6 لاعبين من قطاع الناشئين النهارده. النقطه الثالثه، انا بشكر الكابتن محمد فايز اللي تولى الاداره الفنيه وبيستكملها مصطفى مزيكا، وده احد الاكفاء، واحنا مستمرين في دعم الفريق، وباذن الله احنا لسه في اول الموسم، وبعد جماهير الشرقيه ان الشرقيه تخرج من عنق الزجاجه وتعدي للممتاز به. ان شاء الله نشوف الشرقيه في الممتاز ونشوف المنصوره في الممتاز. وبنشكر الدكتور مجدي عزت رئيس نادي الشرقيه. وناخد اخر سؤال من اجابه من سياده اللواء، هل توافق على العوده لقياده المنصوره سياده اللواء؟ يعني انا اتمنى، لكن المشكله هل السن والصحه عادوا يسمحوا بان انا اعمل اللي كنت بعمله؟ طب نصيحة للناس اللي واقفة ورا نادي المنصورة والناس اللي عاوزة تشوف نادي المنصورة في الممتاز إن شاء الله، تقول لهم إيه؟ أنا عايز أقول لهم إن النهارده في محافظ جديد للدقهلية، الدكتور أيمن مختار، وأعتقد إن الراجل دوت من معاملتي معاه في بعض الموضوعات، أعتقد إن هو راجل يعني هيمد يد العون لنادي المنصوره والانديه الداخليه كلها، وهو قادر على المساعده، علاوه على ان هو شخصيه محترمه جدا، ويعني بتمنى ليه التوفيق مع نادي المنصوره ومع انديه الداخليه كلها. شكرا. انا لا انسى ان انا اشيد بنادي ديكرنس. اتفضل. وتجربه نادي ديكرنس مع المهندس محمد الخضر دي حاجة مشرفة جدا للدقهلية، وأي نجاح لأي نادي في الدقهلية نجاح للدقهلية كلها إن شاء الله. شكرا سيادة اللواء إبراهيم مجاهد رئيس نادي المنصورة الأسبق. بنطمن جماهير المنصورة إن شاء الله بكرة أول فوز على نادي بيلة، وبنطمن جماهير المنصورة إنها تقف ورا فرقتها. رجال الأعمال يقفهم محافظة الدقهلية، لازم يا جماعة
يكون في نادي في الدوري الممتاز. الدوري الممتاز لازم يكون فيه نادي من محافظة الدهلية المنصورة فيها لاعيبة تلعب في الدوري المحترفين في الخارج. أعزائي المشاهدين، بعد ما استمتعنا بحوارنا مع الدكتور مجدي عزت رئيس نادي الشرقية والسيد اللواء إبراهيم مجاهد رئيس نادي المنصورة السابق، نطلع لتقرير نادي غزل كفر الدوار وإيتاي البارود وديار بنجم وعرب الرمل، ونرجع لكم تاني. جزاء مباشرة، ولا جملة مع أحمد حلمي. بتتلعب الكورة زي ما قلت مع أحمد حلمي. أحمد حلمي بيلعب العرضية. أحمد حلمي والهدف ده لاعب بركة الشباب إيتاي البارود. 1-0. أحمد غازي، غازي زين زين زين، وهدف زين بيحرز هدف التعادل مع بداية أحداث الشوط الثاني. خميس يا ولد لعيب حلوة الجملة. أكرم السيد يلعب العرضية. جول جول، الهدف الثاني لغزل كفر الدوار. أحمد غازي عيد كرة مرة ثانية. تصويبة تصويبة، وهدف التعادل. مش ممكن، ايه اللقاء ده؟ احمد علمي بيشوط الكره لتصطدم باحد المدافعين وتدخل وتصبح النتيجه 2-2. بعد نهايه هذا اللقاء بعد التعادل الايجابي بين غزل كفر الدوار ومركز شباب إيتاي البارود، يسعدنا ان يكون معنا المدرب لمركز شباب إيتاي البارود كابتن احمد عبد السلام. تعقيبك على اللقاء سريع. الحمد لله على النتيجه، نحمد ربنا ونعمله ايه؟ الكره مفيش توفيق. الحمد لله على النتيجه، الحمد لله على النتيجه وخلاص، هنعمله ايه؟ طيب مفيش بخت، التقدم بيرجع علينا تاني، فان شاء الله خير يعني، ان شاء الله خير الفتره اللي جايه ان شاء الله. كابتن احمد امين المدير الفني لنادي غزل كفر الدوار، ربنا معاك. انا حاسس بيك، شايفك في الشوط الاول حاجه صعبه جدا، اديت دش ساخن لفرقتك في الشوط الثاني، ظهرت الروح في الشوط الثاني 2-2. ان اللعيبه اللي موجوده عملت النتيجه ديت. الحمد لله انا كنت قلقان من الماتش ده، احنا ممكن نخسر، لان انت عندك 11 لعيب غايبين، 11 لعيب فرقه ثانيه خالص. الموجودين هيبقى نصهم او الاغلبيه هيبقى موجود الماتش اللي جاي. طبعا الماتش الجاي امام رشيد يا كابتن، امام رشيد يوم الاربعاء اللي جاي، لو ان شاء الله حصل في الامور امور انا هعتذر. اعلم ان انتوا في كبوه، انتوا عندكم مشاكل جدا، اصابات بالجمله. عايز تقول النهارده 2-2 امام فريق كبير زي إيتاي البارود. والله الحمد لله على النتيجه، والنتيجه دي بتاعت ربنا، واحنا عملنا اللي علينا. انت عارف عندنا اصابات وعندنا ايقافات، احنا تقريبا بنلعب النهارده من غير تقريبا 12 لعيب، فكنا ان احنا تعادلنا وكنا كسبانين، يعني كنا خسرانين 1-0، وبعد كده ربنا كرمنا بجونين. اللعيبه بتاعتنا ما عرفتش تحافظ، بس دي الكوره يعني، واخطاء فرديه كلها بتكلفنا في الاخر، بتضيع مننا نقط، وهنشتغلوا عليها اليومين الجايين دول، عشان انت عارف احنا عندنا رشيد يوم الاربعاء الجاي في ملعبنا، وهنحاول ان شاء الله بقدر الامكان ان احنا ربنا يكرمنا في ماتش رشيد، وان شاء الله خير باذن الله. شكرا. بعد انتهى اللقاء العصيب، يسعدكم معنا هذا اللقاء مع الكابتن كريم العسوي نجم من نجوم غزل كفر الدار. كابتن كريم، شفت المباراه ازاي وانت قاعد في المدرجات؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، الاول بهنيك طبعا على الصرح اللي انت بتعمله دوت، حاجه تفرق في حاجه في كفر الدوار. ماتش النهارده كويس قوي. الشوط الاول كفر الدوار ما كانتش موفقه، الشوط الثاني لقينا فرقه تانية خالص، تغييرات الكابتن احمد وكابتن هيثم وكابتن رجب، في حاجه غلط في الفرقه مش عارفين ايه هي. الارتباك اللي هو حصل في اول 3 دقائق دوت من الشوط الثاني، الناس انطرت جابت جون، بس الماتش كويس وفرقتين محترمين يعني. شايف غزل كفر الدوار هيستطيع العوده مره اخرى لموقعه الطبيعي وهو الصداره في المجموعه؟ والله كابتن محمد انت عارف ان كفر الدوار دايما بتلعب في الثلاث اربع مراكز الاولين من الاول للرابع. السنه دي الفرقه كلها فيها 5-6 لعيبه من الناس الاساسيه، وفيها ناس مصابه النهارده، بس اتمنى النهارده ان شاء الله، اتمنى الفتره اللي جايه كابتن احمد وكابتن هيثم والناس اللي موجوده ربنا يكرمها ان شاء الله باذن الله. وعندهم ماتش رشيد الماتش الجاي يوم الاربعاء، ماتش قوي برضو، رشيد فرقه قويه كسبانه النهضه 5 في ملعب النهضه،
وان شاء الله اتمنى لكفر الدوار تكون حاجه محترمه السنه دي وتعمل حاجه السنه دي ان شاء الله باذن الله. حبيبي يا كابتن محمد، شكرا. في مباراة ممتعة وعصيبة ومثيرة أيضا خاصة بالشوط الثاني، استطاع نادي غزل كفر الدار أن يخرج بهذه المباراة إلى بر الأمان بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين أمام فريق مركز شباب إيتاء البارود. كان معكم من ملعب كفر الدوار محمد صلاح قاسم والمعلق مصطفى أيمن وعرسة محسن عوض لبرنامج ملعب المظاليم. الصحة والجمال. بنشكر الزميل محمد صلاح قاسم على هذا التقرير. كفر الدوار وإيتاي البارود. أعزائي المشاهدين، معنا نتائج الجولة السادسة للمجموعة الأولى الممتاز به. الألمونيوم 1-0 على بترول أسيوط، سوهاج 1-0 على الفيوم، شبان إنا انهزم على أرضه 1-0 من تليفونات بني سويف، بني سويف 2-1 على الإعلاميين، المنيا 3-1 على ضيروت، طهطة اتعادل النهاردة مع البنك الأهلي، البنك الأهلي اللي هو متصدر المجموعة. الترتيب: البنك الأهلي في المركز الأول برصيد 14 نقطة، بني سويف 13 نقطة، تليفونات بني سويف 13 نقطة، شبان قنا 12 نقطة، الألمونيوم 9 نقاط، بترول أسيوط 7 نقاط، المنيا 7 نقاط، الإعلاميين 6 نقاط، سوهاج 5 نقاط، ديروت 5 نقاط، الفيوم 4 نقاط، واخيرا طهطة. ناخد المجموعه الثانيه القاهره بعد الجوله الرابعه. سيراميكا كليوباترا طبعا في المركز الاول برصيد 12 نقطه، منتخب السويس 9 نقاط. المجموعه القاهره اللي هتتلعب بكره ان شاء الله الخميس مع المجموعه الثالثه بحري ان شاء الله. النجوم 8 نقاط، القناة 8 نقاط، جمهورية شبين 7 نقاط، كوكاكولا 7 نقاط، الداخلية 6 نقاط، بتروجيت 4 نقاط، النصر 3 نقاط، المريخ نقطتين، الترسانة نقطتين، الزرقاء نقطة واحدة. الترسانة بحجم نادي الترسانة يا جماعة شواكيش مصر في المركز قبل الأخير بنقطتين. مجموعة بحر اللي هتتلعب بكرة، اللي اتلعبت النهارده مباراة الرجاء المطروحي مع الحمام، وكانت مباراة قوية، والآخر 3 دقائق في الوقت الضائع الرجاء المطروحي يفوز على الحمام. الرجاء المطروحي 12 نقطة، فاركو 11 نقطة، دمنهور 11 نقطة، ديكرنس 10 نقاط، غزل المحلة بحجم غزل المحلة 8 نقاط في المركز الخامس، أبو قير للأسمدة 6 نقاط، بلدية المحلة 5 نقاط، المنصورة بحجم المنصورة في المركز الثامن برصيد 4 نقاط من 5 لقاءات ولا مباراة فاز فيها داخل وخارج الديار. الأولمبي 4 نقاط، الحمام 4 نقاط بعد هزيمته النهاردة من الرجاء في آخر دقيقة، بيلا 3 نقاط، اللي هيقابل المنصورة بكرة إن شاء الله، مالية كفر الزيات في المركز الأخير نقطتين. و معانا مارينا مداخله ولا حاجه؟ طيب ناخد القسم الثالث، المجموعه التاسعه اللي اتلعبت امبارح. بني عبيد يفوز 4-1 على بلقاس، شربين تعادل مع نبروه 0-0، كهرباء الطلخه 5-2 على المنزله، نتيجه ثقيله جدا، الامير 2-1 على السنبلاوين، المطريه 1-1 مع ميجا سبورت، عمال المنصورة 3-3 مع مياه الدهلية، شيكو 1-2 من سمنود. ناخد المجموعة السابعة الجولة السابعة، ميت الخولي 1-1 مع النوبة الرياضي، غزل السويس 1-1 مع رأس البر، منشية الشهداء 0-0 مع بلدية الإسماعيلية، مركز شباب أبو صوير 0-0 مع كهربة الإسماعيلية، غزل دمياط 1-0 مع سماد السويس، وبور فؤاد مؤجل مع نادي دمياط. مركز شباب ابو شحاته يهزم على ارضه 2 بورتو السويس. والشرقيه تواصل السقوط بالخساره امام دقروس 0-1. اعزائي المشاهدين، معانا ترتيب المجموعه التاسعه. بني عبيد في المركز الاول برصيد 16 نقطه،
شربين 14 نقطة، شيكو 13 نقطة، نبارو 12 نقطة بقيادة المدير الفني الكوف عبد اللطيف الدوماني، بالقاس 11 نقطة، ميجا سبورت 10 نقاط، شبان بدواي 9 نقاط، الأمير 7 نقاط، مياه الدهلية 6 نقاط، السنبلاوين 5 نقاط، عمال المنصورة 5 نقاط بقيادة المدير الفني الكابتن أحمد توفيق. بنتمنى له الانتصارات في المباراة القادمة، لأن عمال المنصورة هو ثاني نادي في محافظة الدهلية بعد المنصورة مفرخة لأندية الجمهورية. المطرية 4 نقاط، كهرباء الطلخة 3 نقاط. احنا شايفين أمام حضراتكم المجموعة التاسعة اللي فيها بني عبيد في المركز الأول برصيد 16 نقطة، اتحاد المنزلة نقطتين، منية سمنود نقطتين. ناخد مع حضراتكم في خبر للأسف الفيفا يرفض طلب 20 نادي للمشاركة في القسم الرابع. للأسف الشديد رينا خبر امبارح ان الفيفا يرفض طلب 20 نادي للمشاركة في دوري القسم الرابع هذا الموسم. اتحاد الكرة كان فين؟ الناس ديت جميع الأعمار السنية شاركت في المسابقات والقطاعات لعبت كرة. المصاريف اللي صرفت على حساب مين ولا راحت لمين؟ يا ريت نتمنى ان كل القيادات في مصر، جهاز الرياضة، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اتحاد الكورة مهندس عمر الجنايني، واللجنة الخماسية اللي معاه يبصهم ويخططهم ويحطوا النقط فوق الحروف. لان احنا بصراحة يا جماعة الاندية والدوريات الاخرى الاوروبية والعربية والافريقية عاد احسن مننا في التنظيم للأسف. معانا ومعاكم الكابتن ابراهيم شبانة المدير الفني لنادي الفيروز من جنوب سيناء. اهلا بك يا كابتن. اهلا يا استاذ ساره، واهلا بحضرتك يا فندم وجميع مشاهدين حضرتك يا فندم. بنبارك لك الفوز مع نادي الفيروز وبنتمنى لك التقدم واهل سيناء ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم باذن الله. ايه الجديد عندك في المجموعه كابتن ابراهيم؟ الجديد في المجموعه الثانيه 10 الف شباب رابع يحقق اول فوز على ملعبه على ابو صقل 2-1 بقياده المدير الفني الجديد الكابتن جمال ابو زيد. تمام. والنجم سينا يفوز على بارز 4-1 ويتصدر المجموعة، ونادي النصر يفوز على شباب الخربة 2-0 ويتصدر المجموعة مناصفة مع نادي 6 مع نادي نجم سيناء. تمام. ونادي 6 اكتوبر باي، لأن المجموعة شمال سيناء بها 7 فرق فقط لا غير. طيب الأوضاع عندك تمام ولا في مشاكل في بعض الأندية؟ لا والله، هناك أندية تعاني من قلة الدعم الذي لم يأتي من اتحاد الكرة حتى الآن، مركز شباب بلوزة وأندية ونادي مركز شباب طبعا. طيب شكرا لكابتن إبراهيم شبانة. شكرا للمدير الفني لنادي الفيروز الكابتن إبراهيم شبانة من جنوب سيناء. أعزائي المشاهدين، للأسف هنختم حلقتنا لأسباب فنية، بس قبل ما نطلع حلقتنا بنحب نشكر الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس الجهاز الهضمي بالمنصورة والجهاز المعاون له في عملية من أكبر العمليات اللي بتتعمل دلوقتي، زراعة الكبد للإنسان الخلوق المؤدب الأستاذ رضا صقر. وبنشكر أهالي قرية بلجاي للوقوف وراء هذا الشاب المحترم، وبنشكر المهندس محمد عبد الجواد صقر اللي هو تبرع له بفص من كبده، ونتمنى له الشفاء العاجل ورجوعه لأهل قريته. وبنشكر أهالي بلجاي وشباب بلجاي للوقوف خلف هذا الرجل المحترم الخلوق رضا صقر. وأترككم في رعاية الله، وإن شاء الله معي إن شاء الله الحلقة القادمة الأربعاء القادم في التمام السادسة مساء، زميلي محمد عبد النبي يكون رجع بالسلامة إن شاء الله لبرنامج ملعب المظالم. وأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.